لو حبينا بقى نخوض تجربة سلام الأنس نعمل إيه؟ أول حاجة ما تزعلش نفسك وعيش وسط أحبابك، عيش معاهم وانت مركز حاضر، ما تبقاش قاعد معاهم ومتلهي عنهم، عيش معاهم هتلاقي خير كتير عندهم. تاني حاجة تفقد أحبابك، وإن لقيت حد حاسس بالوحشة أنسه، ولو بكلمة ولو بسؤال ولو بالابتسامة ولو برسالة هتبعتها له. تالت حاجة غير في قلبك معنى فقد الأحبة من معنى الفقد إلى معنى الانتقال، وإن هم أصبحوا رموز وقيم في حياتك. اللي انتقلوا إنهم يدعوا لك وتدعي لهم، واجعل شوقك إليهم باب من أبواب الشوق إلى الله. ولو عملت كده كنت على قدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم الصحابة لما كانوا بيقولوا غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبة. رابع حاجة أنا عايزك طول الوقت عشان تحس بالأنس إن أنت دايما تحس بإني دايما في حد الله سبحانه وتعالى ما أنسك بيه، ملائكة الكرام ودي الله سبحانه وتعالى اللي بعته لك، أنت مش في فراغ، أنت في أنس الله سبحانه وتعالى. مهما كنت وحدك الله معك، فالباقي معك ما ودعك. خامس حاجة أنا شايف أنت لازم تعملها وهتبقى جميلة جدا لو عملتها، خليك كل يوم مقرر أن أنت تكون سبب أنس 3 من الناس، تبعت لهم رسالة، تبعت لهم ذكرى، تبعت لهم شيء جميل تخليهم حاسين بأنهم لسه عايشين في وقلوبهم لسه مغموسة في السعادة. وآخر حاجة ياريت تدعي في الصباح والمساء بالدعاء ده وتقول عشان تعرض نفسك، ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات، ففي نفحة اسمها سلام، سلام الأنس. تعالوا نتعرض لسلام الأنس في الصباح والمساء وندعي بالدعاء ده ونقول يا سلام إني أعلم أنك معي، وإني قد دخلت في أنسك، وإني ليشرق قلبي وتملأه سعادة لأنك معي الآن، وإن كنت في ضيقي فيا مولاي أخرجني من ضيقي وحشتي إلى سعة معيتك، واجعلني أرى من حولي تجليا من تجليات أنسك، ولكي أذوب في حلاوة قربك يا كريم يا ودود آنسني بمحبتك يا صاحب الفضل والجود. يا سادة احكونا، صفحتنا مفتوحة، صفحتنا وصفحتكم، صفحة برنامج ولا تعسروا، احكونا عليها ازاي هتعيشوا بسلام الأنس، وخلونا نأنس بعض في ذكر الله ومحبة الله عشان نأتنس بأن الله دائما يؤانسنا بأنه يجمعنا على خير وعلى محبة وعلى ذكر الله.